مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في النافذة الرياضية لهذا اليوم الأحد الموافق 3/3 للعام 2024. وفي نافذة اليوم الهلال السوداني يودع دور أبطال أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد. ومحليا تتواصل دورة فغداء الشباب والرياضة بإدارية أمتشاك بمحلية الأضية بولاية غرب كردفان. واليوم أولى مباريات المربع الذهبي للدورة التنشيطية بمحلية برام. وفي نافذتنا أيضا نستعرض نتائج الدوري الأوروبي. مرحبا بكم في النافذة الرياضية، ونبدأ بخروج الهلال السوداني من دوري أبطال أفريقيا. فاز الترجي التونسي على الهلال السوداني بهدف دون مقابل في ختام منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 5 نقاط في المركز الثالث. وفي نفس التوقيت بترو أتلتيكو الأنغولي على النجم الساحلي التونسي بهدفين دون مقابل. وأفريقيا أيضا، ولأول مرة خروج تاريخي للوداد المغربي. لأول مرة منذ عام 2016 وجد الوداد الرياضي البيضاوي نفسه خارج الأدوار الإقصائية، إذ لم يكن كافيا فوزه بهدف دون مقابل على ضيف أسيك ميموزا العاجي متصدر المجموعة الثانية. ومحليا تتواصل مباريات دورة فغداء الشباب والرياضة بإدارية أمتشاك بمحلية الأضية بولاية غرب كردفان. ضمن مباريات دورة فغداء الشباب والرياضة المقامة بإدارية أمتشاك التابعة لمحلية الأضية بولاية غرب كردفان، حقق فريق صالحين الفوز على فريق القلعة بثلاث أهداف مقابل هدفين. المزيد مع مراسلنا من إدارية أمتشاك لمحلية الأضية بولاية غرب كردفان. ضمن مباريات دورة فغداء الشباب والرياضة المقامة بإدارية أمتشاك والتي تنظمها مبادرة أصدقاء بلا حدود بمشاركة المجتمع الرياضي بمدينة باب نوسة، حقق فريق الصالحين الفوز على فريق القلعة بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت أحداثها بينهما عصر الخميس في ميدان الحرية بإدارية أمتشاك. تقدم فريق القلعة أولا عن طريق اللاعب جبريل في الدقيقة 17، وتمكن اللاعب بلال عوض من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 31، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق تمكن اللاعب عبد الباقي سليمان من تغليص الفارق لفريق الصالحين. وفي الشوط الثاني تمكن فريق الصالحين من إدراك التعادل عن طريق اللاعب الأمين الدسيس. وفي آخر لحظات المباراة تمكن لاعب الباقي سليمان من تسجيل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريق الصالحين. بهذه النتيجة تأهل فريق الصالحين لنصف نهائي البطولة، فيما ودع فريق القلعة المنافسة رسميا. وتوج اللاعب عبد العظيم سليمان حمدين النهاية بجائزة نجمية المباراة المقدمة من رئيس مبادرة أصدقاء بلا حدود محمد الخاتم حامد حسن محمد إسماعيل أحمد إدارية أمتشاك محلية الأضية ولاية غرب كردفان. ومحليا وضمن منافسات الدورة التنشيطية لأحياء مدينة برام التي وصلت منافساتها الربع النهائي، النافذة الرياضية التقت بدر الدين دهمان رئيس الاتحاد المحلي الانتقالي للمزيد عن الدورة التنشيطية لأحياء مدينة برام بولاية جنوب دارفور. سعداء جدا بأن نكون ضيفا عليكم وعلى مستمعينكم الكرام عبر راديو دبنجة، ويشرفنا اليوم اننا وصلنا لمرحلة المربع، واليوم ان شاء الله حيكون في مباراة بين طرفين. وشهدنا على هذه الدورة التنشيطية من اهداف قيامها اللي هو التواصل والتنسيق الاجتماعي ما بين المجتمعات المعايشة لهذه المدينة والمحليات المجاورة لها، وسعينا حسيسا على أن تكون هذه الدورة نموذج للتكامل والتعايش الذي تعايشته هذه الأجيال السابقة والأجيال الحاضرة
وفي دورتنا هذه بنسعى لأنه يكون الجيل الآن المستمر في هذا التنافس والموجود على هذه الفترة الزمنية يكون هو الجيل الذي يحمل الماضي ويحمل المستقبل إن شاء الله بآفاق تكون بصورة مرضية وصورة. وفي الدوري الإنجليزي رأسية نونيز تغوط ليفربول لفوز مثير على نوتنغهام. حقق فريق ليفربول فوزا غاليا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتنغهام فورست بهدف دون مقابل في منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ويلفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى غلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز 3-1. ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز الـ16. وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة من مضيفه برانتفورد لهدفين، ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11، فيما رفع برانتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ25. ومن جانبه فاز فولهام على برايتون بثلاثية نظيفة، ورفع فولهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 39 في المركز الـ9. وفي الدوري الأسباني ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا بهدفين لكل. عوض ريال مدريد تأخره بهدفين ليتعادل أمام فالنسيا بهدفين لكل ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الأسباني لكرة القدم. وفي الدورة الفرنسي التعادل السلبي يخيم على مواجهات موناكو وسان جيرمان. خيم التعادل السلبي على مواجهة موناكو وضيفه باريس سان جيرمان يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني. وفي الدوري الفرنسي أيضا تقارير إعلامية أمبابي أبلغ باريس سان جيرمان نيته الرحيل الصيف المقبل. زعمت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان أمبابي أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان نيته الرحيل هذا الصيف دون أن يحدث وجهته المستقبلية. انتهت نافذتنا الرياضية لهذا اليوم، تقبلوا تحايانا أبو بكر الفيصل وفاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا الزميلة ابتسام تاج السر في الإخراج.